بيكوي هو جهاز ليزر من أحدث التقنيات اللي موجودة حالياً بالعالم. شو بيختلف عن بقية الأجهزة البقية اللي كانت متعودين عليها؟ من قبل كنا نشتغل بفترة النبضة بتكون بتشتغل بالنانو سيكند. النانو سيكند يعني هو جزء من بليون من الثانية. أما البيكوي فهو بيشتغل على البيكو سيكند، يعني جزء من تريليون من الثانية. هيدي النبضة الصغيرة الضعيفة واللي موجودة مع مجموعة العدسات المركزة اللي موجودة بالبيكوي، هيدي بتشتغل على أنها ترسل مثل إشارة تحس تنشيط الجلد وإفراز السيتوكينات بحيث تنشط الكولاجين اللي موجود بشكل طبيعي. هلأ شافوا أنه مو بس على التاتو ريموفال، ليش ما نفسه الميلانين بيجمنتيشن كمان بيتعالج بنفس الطريقة؟ فمشان هيك حتى هو يعالج مو بس للتاتو، يعالج كمان للتصبغات الجلدية. واللي أهم من التصبغات الجلدية هي علامات السبوت، السن سبوت يلي بتطلع نتيجة العمر، بتصير عنا على الصدر، على الوجه، الأماكن المعرضة للشمس. ما كمان هي كمان ذرات من التصبغ وقت منوجه لها هالطول الموجة يلي كتير قصير وكتير صغير مع العدسات المركزة يلي موجودة بالبيكوي، فهي بتساعد بالتخلص من هاي السن دمج، لأنه بتنشط كمان، غير بتشيل البيجمنتيشن بتنشط الكولاجين والإلاستين اللي موجودين من البشرة بشكل طبيعي. البيكوي أثناء الجلسة الألم تبعه كتير كتير قليل، بعدها بيصير في عنا وحتى تقريبا مو موجود، بعدها بيصير في إحمرار. الإحمرار بيستمر بين 3 ساعات وقليل الحالات اللي بيستمر فيها ل 24 ساعة. فهذا الداون تايم يلي بيكون كتير قليل بالنسبة لنا هو مهم للناس اللي عموما نحن أكتف ونحب نروح على وظائفنا وأشغالنا ونروح البارتيات، أو يعني ما يأثر على اللايف ستايل تبعنا. هلأ من القصص اللي نحن بنعتبرها يعني إشكالية معالجة السكين تايب 5 و 6، والحقيقة لما بيكون في عنا تاتو على سكين تايب من هذا النوع فهو كتير إشكالي. اللي عجبني وكانت نتائج حلوة كتير انه عندي بيشنت كتير بشرتها غامقة، واكتر من بيشنت بس بشرتها غامقة والتاتو تبعها كان معند وعلى منطقة كتير كريتيكال مثل الجبين، وكان عندها بالدقن، فكتير كان في توتر اذا بده يترك اي بيجمنتيشن زايد عن اللزوم او اي هايبو بيجمنتيشن حتى. فالحقيقة كانت النتيجة وحتى من أول مرة كتير كتير البيشنت ساتسفايد وما كان عندي سايد افكت، وهذا شيء كتير أسعدني وأسعد المريضة طبعاً.